البداية من جريدة الأهرام صفحة 5، الرئيس لا نخفي أي حقائق عن المواطنين. ده كان خلال افتتاح مشروعات بمجمع الصناعات الكيماوية فابو رواش امبارح، وقال لابد من التكاتف لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين. واتكلم كمان عن أهمية تعزيز الإنتاج المحلي من السلع الاستراتيجية والمستوردة لتقليص الضغط على الدولار. الرئيس امبارح يا أستاذ أحمد اتكلم، ونقدر نعتبر دي مكاشفة، كل ما يقول بخاطر المواطنين الرئيس حريص أنه يطلع يوضح ويتكلم مع المواطن بلغة بسيطة يفهمها كل الفئات. اتكلم عن الأسعار، اتكلم عن توفير السلع، واتكلم بلسان حال الناس، يعني قال لهم زيادة الأسعار مين يقدر يتحملها. صحيح، يعني تشعر بأنه الرئيس مدرك تماما لما يحدث في الشارع المصري. دي حقيقة. الرئيس امبارح الحقيقة اتكلم تقريبا في كل الملفات. يعني كانت فرصة للحديث مع المواطن بشكل مباشر، لأنه هو حتى اتكلم في جزئية أنه التواصل مع المواطنين ده بيقضي تماما، بياخد على الإشاعات الحقيقة، وده مهم جدا. الرئيس لما اتكلم امبارح بدأ بأزمة اللي هي مستلزمات الإنتاج والإفراج عن السلع الضرورية من الموانئ المصرية. ده رقم كبير، 5 مليار في حوالي حاجة و20 يوم، يعني من 2 ديسمبر ل 23 ديسمبر 5 مليار دولار في بضائع وسلع مهمة، والحاجات خاصة السلع المعرضة للتلف في حوالي 9.5 مليار، واتكلم فيهم رئيس الوزراء قدام الرئيس امبارح، وده رقم برضو ضخم جدا، لكن ده هيتم الانتهاء منه خلال اسبوع او اسبوعين بالكتير. فالدولة مدركة تماما انه في ازمة اقتصادية عالمية، في الحقيقة في أزمة في سلاسل الإمداد، في أزمة في أسعار الشحن. لما تتضاعف أسعار الشحن أكتر من 5 و6 أضعاف، دي مسألة صعبة ومرهقة للغاية لأي اقتصاد. الحاجة الثانية، إحنا كمان لازم نقلل الاستيراد. إحنا عندنا إمكانيات إن إحنا البديل المحلي يبقى هو المطلوب وهو اللي إحنا نستخدمه. فبالتالي برضو الرئيس اتكلم على ده، والمصانع اللي افتتحها الرئيس امبارح في المجمع الصناعات الكيماوية دي كلها سنتين او 3 سنوات العدد بقى ضخم جدا، من 20 مصنع ل 39 مصنع. في مصانع تم انشائها في كورونا، في ازمه كورونا، الحاجات اللي لها علاقه بالكلور والمطهرات والحاجات اللي لها علاقه بالاكسجين الطبي. استاذ احمد، مظبوط، الرئيس قال ان هي كانت بتكفي، لكن ازمه كورونا وهذا التحدي خلى في حاجه اكبر ليها، كان تحرك الدوله سريع برضه. يعني المواجهه طول الوقت سريعه، وفي خطط بتتغير بتتبدل طول الوقت. فاتكلم الرئيس كمان على صندوق الاستثمار بتاع قناه السويس، انه اتكلم فيه في 2019. انا كنت بقول الكلام ده لما بدا الكلام في الصندوق، كنت بقول للرئيس اتكلم في الموضوع ده لما حصلت حتى ازمه ايفر جيفن. فسال رئيس الهيئه بيقول له انتوا ما عندكوش صندوق؟ فقال له لا. قال له ازاي يبقى ما عندكوش صندوق؟ فدي لمواجهه الطوارئ والتطوير والتنميه والاستثمار وانشاء شركات فالغرض بتاعها غرض ملوش اي علاقه بالبيع او الايجار او اللي اتكلم فيه الناس. فده لغط الرئيس بيرد عليه. الحاجه الثانيه لما اتكلم على الصندوق بتاع وزاره الاسكان، صندوق كان فيه 750 مليون جنيه بقى فيه نص تريليون. لما اتكلم على الصندوق بتاع وزاره الصحه، 70 مليار جنيه عشان التامين الصحي الشامل وتطوير وتنميه المستشفيات. فالرئيس اتكلم في ملفات كتير، الضغط على الدولار، يعني المساله لها علاقه انه لازم يقل الاستيراد، فاتوره الاستيراد تقل، لازم التصدير بتاعنا يزيد، لازم الحاجات الحقيقه كلها مرتبطه ببعض. المكاشفه مهمه جدا. الرئيس اتكلم على الاعلام وقال لرئيس الوزراء انه لازم لما تفرجوا عن البضائع انه يبقى في تغطيه اعلاميه والناس تشوف كميه. وقال كمان كان ممكن تجنب الشائعات لو اطلع الاعلام على صندوق قناه السويس، يعني ده ادراك لاهميه الاعلام بحد كبير جدا لمنع الشائعات. دي حقيقة، ده اللي أنا كنت هتكلم فيه دلوقتي، إنه الرئيس اتكلم على الحوار المجتمعي. حقيقة. يعني حتى الصندوق بتاع الأسرة، حماية الأسرة المصرية، الرئيس اتكلم إنه لازم يبقى في حوار مجتمعي، وإن الناس تفهم إيه الهدف من إنشاء الصناديق، إيه الفلسفة من إنشاء الصناديق دي. فدي مسألة مهمة، التواصل المباشر مع المواطن من خلال المسؤولين، دي مسألة في غاية الأهمية، لأن الإعلام وسيلة، الإعلام في النهاية بيأدي رسالة.